البرفورمانس بالنسبة للفرونت اند ديفلوبر غنقسمها لجوج ديال الأقسام. باج كيصيبها كتشارج دغيا وكتخدم دغيا. كاين فرق ما بين تشارج دغيا وما بين تخدم رابيد، لأن البرفورمانس عندها جوج ديال الأقسام في هاد الحالة. واحد لاباج إلا كانت صغيرة ولونس هاديك الشي بي ريكويست غادي يجيب هاديك ريسورس دغيا. دونك هنا كنهضرو على النيتورك سبيد. دونك البرفورمانس في هاد الكا كنهضرو فيها على الانترنت كونيكشن ديال واحد لا بيرسون صايبنا لي حنا واحد ريسورس ولا واحد لاباج اللي بغيناه يشارجيها رابيدمون. وفي الكا الثاني ديال تخدم دغيا، اش كنعني بباج كتخدم دغيا؟ كتعني بانها كتستعمل هاد لي ريسورس بطريقه اللي هي ذكيه، كتستعمل هاد السي بي ولا الميموري بواحد الطريقه اللي هي ما تكونسوميهمش بزاف. لان راه نقدر نصايب واحد لاباج ويب اللي هي كتشارج دغيا ولكن كتكونسومي بزاف ديال لي ريسورس من لابارتي ماشين. ركزوا معايا، سيتي يقدر يكون كيتشارج دغيا ولكن ما خدامش دغيا.